السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ بعد إذنك كلفنا أحد الأخوة أسأل حضرتك سؤال بس بعد إذنك. اتفضل. في أخ كان هو من بلد يعني غير بورسعيد، كان عنده بيت وأرض، وبعدين لظروف مرض أخته باع البيت والأرض بتوعه ورجي بورسعيد اشتغل في حراسة عمارة يعني. فالأخ دوت يعني مضطر إن هو مثلا ياخد قرض من البنك عشان يبني بيت تاني في بلده ويرجع بلده، فهل يجوز ان هو ياخد قرض من البنك؟ لا يجوز الاقتراض، لا يجوز الاقتراض بالربا من اجل بناء البيوت. نعم نعم، جزاك الله خير. وياكم.